يقول: من الذي يحق له غسل الميت ذكرا كان أو أنثى من الأهل والأقربين النساء والرجال؟ فقد نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء أقارب أو أجانب، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الرجل يغسله الرجال، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها النساء، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته فقط، فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر. أما ما عدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء. نعم، فالكل جنس يغسله جنسه، إلا الطفل الذي هو الطفل الصغير الذي هو دون التمييز، فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء. نعم.